المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الواعظ الصامت، هذا هو عنوان هذه الكلمة، الواعظ الصامت. فما هو الواعظ الصامت؟ إنه القبر، والقبر أول منازل الآخرة، وهو الدار الذي سنسكنه وسنمر به، ذلك الدار الذي سيسكنه الملوك والمملوكين، الغني والفقير، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، دار الوحشة ودار الدود ودار الظلمة ودار الغربة، أول منازل الآخرة. ماذا أعددنا لذلك الدار؟ دخل أبو ذر الحرم يوما من الأيام فأسند بظهره على الكعبة، ثم نادى في الناس وقال: يا أيها الناس هلموا. فلما تجمع الناس إليه قال لهم: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي يوما فقال: يا أبا ذر جود السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وقلل المؤونة فإن العقبة كؤود ولا يجوزها إلا المخلف. فقال رجلا: يا رسول الله، هل أنا من المخفين أم من المثقلين؟ قال: أعندك قوت يومك؟ قال: نعم. قال: أعندك قوت غد؟ قال: نعم. قال: أعندك قوت بعد غد؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن عندك قوت 3 أيام لكنت من المثقلين. فماذا نقول نحن وعندنا قوت 30 يوما؟ ماذا نقول؟ فهل أعددنا لذلك القبر وظلمته، لتلك الدار ووحشتها؟ لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل وهو يحدثنا عن تلك الحياة، يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من عذاب جهنم. ماذا يحتاج الميت في قبره؟ لا يحتاج لا إلى شهادة ولا إلى مال ولا إلى منصب ولا إلى مسكن ولا إلى شيء من أمور الدنيا،
وإنما يحتاج الأعمال الصالحة والصدقة عنه والدعاء له. مطرف ابن عبد الله بن الشخير يقول: كنت آتي إلى مدينة البصرة فأمر كل جمعة فأمر على المقابر فأقف وأدعو لهم إلا ليلة من الليالي، وكانت ليلة باردة، مررت فما دعوت، فنمت في بيتي فرأيت فيما يرى النائم كأن رجلا من أهل القبور يقول: يا مطرف ابن عبد الله، يا ابن الشخير، ما لك حرمتنا من دعائك الليلة؟ فإن الله ينور علينا قبورنا بدعائك أسبوعا كاملا. لا إله إلا الله. يقول المطرف: فتفقمت فتوضأت وأتيت القبور ودعوت لهم، ثم خرجت وفي الطريق كنت أقول: لا إله إلا الله أرضي بها ربي، لا إله إلا الله يغفر بها ربي ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. فسمعت هاتفا يقول: تزود منها يا ابن عبد الله، فقد حيل بيننا وبينها. عمر بن عبد العزيز قال جل جلاسه: لقد أرقت البارحة، أي سهرت، فقالوا: ما أسهرك؟ قال: عندما أتيت إلى مضجعي تذكرت أول ليلة في القبر، تذكرت حال الميت بعد 3 أيام قد أكل الدود من خده، وقد أكل أكفانه، وأنتن رائحته، فما جاءني النوم، فماذا أعددنا لتلك الحفرة المظلمة؟ هنيئا لمن استغل أيامه ولياليه بالعمل الصالح، استعدادا للقاء ربه، واستعدادا لما يلقاه في قبره. فالقائل يقول: يا من بدنياه شغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. والله تعالى يقول: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. القبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شر فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، ويتجاوز عني وعنكم، ويشرح صدري وصدوركم، وينير قلبي وقلوبكم، وينير قبري وقبوركم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.